قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إن قوة أمنية ألقت القبض على جنينة، وذلك بعد صدور بيان المتحدث العسكري حول التصريحات التي أدلى بها جنينة بشأن امتلاك الفريق المستدعى سامي عنان وثائق وأدلة تدين الدولة وقيادتها، وأنه سينشرها حال اتخاذ إجراءات قانونية ضده. وهو ما رد عليه بيان المتحدث العسكري بتأكيده على أن القوات المسلحة سترد على تلك الادعاءات عبر جهات التحقيق المختصة. هذا وقد قررت النيابة العسكرية حبس المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات. بالعودة إليك سيادة المستشار، يعني كيف قرأت تصريحات جنينة عن الفريق المستدعى عنان في الوقت الذي نفى فيه محامي عنان عدم صحة ما تم الحديث عنه؟ هو الحقيقة من الصعب جدا قراءة إيه اللي بيعمله المستشار هشام جنينة. الحقيقة يعني في جزئيتين أو نقطتين في هذا الأمر. النقطة الأولى أنه كل مشكلات المستشار هشام جنينة من البداية تتعلق بتصريحات صحفية، كلما تحدث إلى الإعلام يعني وقع في مشكلة كبيرة، مشكلة خالف القانون وأوقع نفسه وأوقع المجتمع في بلبلة لا داعي لها ولا وجود لها أصلا. الأمر الثاني هو التصريح الأخير. التصريح الأخير يعني الناس بتتكلم بيقول هذا ضرب من اللامعقول، يعني كيف رجل قانون يدرك أن كل حرف قاله في هذا التصريح يقع تحت طائلة القانون إن له أو للفريق سامي عنان أو للإثنين معا، إذا اعترف فعلا الفريق سامي عنان أن ما ادعاه المستشار هشام جنينة صحيح. في كل الحالات نحن أمام ظاهرة يصعب تفسيرها في تصرفات هذا الرجل. هذا الرجل كان يعني مرشح مع المرشح سامي عنان ليكون نائب رئيس جمهورية في يوم من الأيام أو في منصب كبير. كيف يمكن أن نتصور ذلك من رجل هو في الأصل رجل قانون كان يحكم في قضايا وينظر فيها إلى آخره. الأمر أنا في اعتقادي التفسير الوحيد لهذا الأمر أن هذا الرجل يبحث عن دور الضحية، هو يريد أن يحبس، هو يريد أن يلقى القبض عليه، هو ربما يكون نعم هناك من يرغب في ذلك، عايز يبقى ضحية ومبسوط أنه الإعلام الدولي يتكلم أنه حقوق الإنسان والرجل ضحية واصله هو رجل يعني مقاوم للفساد واصله هو رجل بيدار على الديمقراطية. لا، في ناس تستعذر ذلك ربما، إنما لا أحد يستطيع أن يفسر بمنطق بشري سليم ما فعله هذا الرجل في نفسه وفي الفريق سامي عنان وما يثيره من بلبلة في المجتمع المصري.